محتسبات طرطن طرطان في فقرة مذاق طرطن طرطان يلا نبدأ السباق طرطن طرطان اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات، نرحب بكم في فقره مذاق. بعد برايم كان صعب جدا في ليله البارحه بخروج النجم اكيد والشاعر المبدع المتالق عمر بن هذال، نتمنى له التوفيق اكيد في حياته القادمه. اليوم في هذه الفقره وبغياب عمر بن هذال راح يكون في سحب على اسم احد المتسابقين اللي ما طلع في هذا الاسبوع الا مره واحده. ويا ترى من بيكون؟ اتوقع ما في الا يعني اسماء قليله جدا بحكم ان الشباب كلهم يعني يطلعوا معنا في هذا الأسبوع مرتين أو طلعت أسماء مرتين في هذا الأسبوع، وراح يكون بعد معنا أسماء اليوم جدا جميلة ومتفائلين بهذه الحلقة أنها راح تطلع لكم بالصورة الجميلة. طيب لازم نأخذ الآن الاسم اللي موجود في القرعة. أسكت أنت لكم الأسماء، اسمحوا لي كنت أصلا اسمي. طيب راح أسحب الآن اسم أحد الأسماء اللي ما تكررت يعني في هذا الأسبوع. نقول اللي طلع معنا اليوم نايف لكلبي اللي كان يعني قاب قوسين ودنا على خروجه في ليلة البارحة، الآن أتى بدال عمر بن هذال. نايف الأكلبي لسه ما هذا خلاص. طيب سمعتك يا حبيب قلبي، سمعت هذاك اللي ورا سمعت. طيب أتمنى نايف الأكلبي يعني يجي اليوم ويقدر الخوف اللي جاء في البرايم البارح. شفت البارح كيف جتك الربكة؟ شفت البارح كيف انك بغيت تروح مع الطريق من الحديرة؟ البارح كنت بتروح نايف الأكلبي، اليوم عوضت باسبوع جديد وعوضت بعد انك تكون في هذه الفقرة في هذا اليوم عشان تجيب الدرجات ولا تطلع في البرايم الجاي. ترى البرايم الجاي اشوف انه اصعب، اللي هو عفوا تحت الضوء، اصعب بكثير من تحت الضوء اللي هو ليلة البارحة. لو ان الاسم اللي طلع البارح كان قوي، لكن خلاص انا اعتبر ان خروج الاسماء الان في نهايه البرنامج تعتبر يعني نجاح. خلاص انت وصلت النجوميه، ومن وجهه نظري المتواضعه ان خروجك في هذا الوقت افضل من وجودك على المسرح بدون تتويج باي شيء من الجوائز، ولو ان ايضا بعد وجودك نجاح. اذا نقول يعني نشوفك على خير يا عمر، وموفق يا نايف الاكل بدال منك اليوم جيت بدال نايف بدال عمر. ونرحب اكيد بالشيف ساير. شيف ساير يا حبيب قلبي لو تقدر تجينا اليوم وتشرح لنا الطبخة والفلة لهذا اليوم الجميل. يا مرحبا باللي خدمني البارح حبيبي. تعبت معي يا بعد قلبي. أتكاسر كرسي ولا كيف؟ إيه أنا كاسرها. طيب تفضل، يحقك ما يحقك. عندهم اعتراضهم؟ ما حد يعترض عليك أنت. حياكم الله متابعينا الأعزاء من كل مكان، معكم ساير النهار. احنا اليوم جايين بطبخة مختلفة وبسيطة وجميلة جدا، بس لعل المتسابقين يكونون جاهزين ويكونون كلهم موجودين. نشرح للمشاهدين قبل يجون المتسابقين بشكل سريع، انت سحبت على اسمائهم؟ اي جانا نايف الأكلبي. تمام والله يحييك يا نايف. طبعا طبختنا اليوم بامية بالدجاج، سهلة حلوة ولطيفة وخفيفة ومسوية دايت. طيب مسوي دايتي ولا لا؟ تصدق ان هذه الطبخه اقدر اسويها وانا مغمض؟ انت هذا انت؟ انا مغمض تحداك وانا مغمض. طيب اغمض. شوف الحين هذا وشو؟ دجاج. انا كذا بدون ما اشوفها عادي، هذا دجاج. هذا وشو؟ بصل اعرف انا. هذا وش؟ طماط. شفت هذا شيء بامي صح اسمه؟ هذا شيء فاصوليا. فاصوليا هذه؟ فاصوليا. شفت؟ هذا ايش؟ رز. هذا الكاتشب. اقدر هذا معجون طماط. اقول استريح معجون طماط. ايش قلت؟ كاتشب. قلت الشيف بيض وجهك، والله قاعد تجيب شيء سهل لهم. فعندنا دجاج وعندنا بصل وثوم وفلفل وطماط ومعجون طماط وباميه ورز. باميه تلعب علي تقول هذه فاصوليا؟ لا انا كنت من نفس المتسابقين ما تعرفون. انت تعرف الحين انت؟ هي لا اتمنى يوم من الايام يصير في مطبخ كذا تطبخ لنا. تؤمن بالله اني كنت مزبط كذا وضع كويس هنا اليوم، بس نفسيتي اليوم تعبان. لا ابي قدر هنا قدر ثالث يعني كذا. ما في قدر. ابيهم يقولون نجيب طبخه مقاربه لطبخه الشيف. تؤمن بالله اني كنا بنجيب برامير مندي هنا. او انت تلعب الثقيل. اليوم كنت ابغى اخليهم يطبخون كل واحد ذبيح. هذه يبغى لها مو باثنين ضد اثنين، يبغى لها خمسه ضد خمسه. بس انه عاد ايش رايك صدق فكره والله بنهايه المطبخ اخر فقره المطبخ اذا كانت معي يعني نخلي تحدي بدال ما هو اثنين اثنين الباقي من البرنامج نقسمهم فريقين. وتكون الطبخه تكون النقاط كل واحد
والله ما فاضيين. لا تكون جائزة 5000 ريال. بين يشبوننا في خلنا نسوي. أنا ما والله كنت بسوي شيء يعجبهم بس ما أدري. إزهار عندي. خلاص يلا. حياكم الله يا شباب. أهلين وسهلين. فهد مطيري، وإبراهيم النجاشي، محمد السالم، نايف الأكلبي. أسماء جدا جميلة وأنيقة، ومتفائل جدا بأن المطبخ اليوم راح يكون شعلة. شعلة بالطبخة. أقول أبشروبي حيث العين. إيه هذه ترى شوف هذه معروفة بعد البرايم. بعد البرايم يجيك حماس واندفاع كذا، بس يوم يومين بعدين تطفي خلاص. طبعا توقع لا حد يدخل عندي هنا إلا هو مغسل يدينه، مغسل ده، ومغسل مواعينه، ومغسل عدته كاملة، مغسل ملابسه، ويبدأ يطبخ. الله يرحم والديكم. أسبوع عين أو 3 أسابيع مرة كئيبة علي أنا. شبابكم تعبت معدتي، معدتي تعبت. لكن أبا شو المعدة الكيوت هذه؟ والله معدتك كيوت. اي فرق، أنت تاكل خضر يابس، إنا لا. والله ما ياكل خضر اليابس الا انت، ما كبر جنوبك الا هذا الخضر اليابس. لا والله هذا الاكل الناس ياكلوا كل ياكل لين غدا الزوايا. غسل يدينكم. وحيد بيجيك، بيجيك بيجيك نايف. وين رفيجي؟ نايف؟ اي نايف خرتو كويس. غسل يدينك يا حبيبي، وغسل عدتك. نعلمك الطبخه ان شاء الله. اجمع عدتك واجمع هذا اللي خذ واحده واحده. تعال امسك، تعال امسك، خذ قدرك اللي بتطبخ فيه. تعال تسألني ساير. اي حبيبي. وانا منك تعلمت. اي رح. وش تعلمت؟ تعلمت الطبخ. اي رح. خذ قدرك. ها متفائل يا فهد؟ فاضي باذن الله. طيب تشرح لهم، تشرح لهم الطبخه. خلي يغسل قدره ويرجي. طيب الرز. طيب الان شرح الطبخ بتجي ولا كيف؟ بعدين نص الطبخ. انت تشرح الطبخ الحين ولا لا؟ لا غسلونه وشي. طيب يلا. انت الحين صار، انت الحين صار مع مشاهدين مشاهدين. والله شوف ايش رايك نجرب، اجي بندخل هاشتاج الحين. انا عندي محاور صراحه. قل لهم هاشتاج انا، واعطهم السؤال خليهم يجاوبون. هاشتاج اليوم كاريزما 78. يا الضبان هين يا الضبان. ايش قصدك يا ذي؟ قالها الله قدام. هين هين يا الضبان، هين هين يا الضبان. قالها الله. نبي نشوف فعلك انت وانت والضبان. عليك السلام ابو سالم. طيبين. حياك الله. ندخل مصارعه. وشوف داخل حلبة مصارعه. لا طال عمرك، بس نشوف وش الحركات. شوف وش الحركات. يلا رح غسل يديك. تعال. كم اغسلها؟ 3 مرات يا سالم. غسلت ما شفتك غسلت، ما شفت يديك تقطر. لازم اشوف يديك تقطر. اي طيب يا. لا 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 غسلتها والله. غسلت. احترمني. اجيب مصحة يعني. خلاص 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 خلاص. عطنا 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 من الشعر. روح غسل. والله غسلت. روح غسل. يا الله غسل. شباب غسلوا. اي غسل حتى حتى فهمك. غسل توك صاحي نوم انت. انت وراك انت جايين حنا مستوصف. اي مستوصف الحمد لله. بس زعلان الحين انت؟ لا مو زعلان. اي قاعد نعرف كيف نجيب المراكز طال عمرك. قاعد يحطهم الهاشتاج. اي امسك امسك الجوالات. امسك الجوال. خل جوالاتك ما بيهن. امسك امسك اخلاقي. امسك امسك اليوم مرتفع. يا علا يا علا يا علا ابوك ما عبرني. يا علا يا ابوك ما عبرني. يا علا ابوك ما عبرني. يا علا يا ابوك ما عبرني. يا علا تدري من الصدر ماسك انتو علي ودي اطبخ على رؤوسكم. رؤوسكم تدرين. طيب عشان 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 نمسك السفينه كي 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 لا تضرب في الماي. غسلت يديك. ايه والله اني مغسل حبيبي. اهلين وسهلين. اعطيتهم الهاشتاج الاول. خير ان شاء الله. يا كابتن علمنا خطوات يا ساير. طيب وين نايف الاكلبي الشباب؟ بيجي الحين بيجي بيجي. من اللي شارب شاهي هنا في مطبخي؟ انا انا. شيل بسم الله. شيل 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 الدنيا. مو بعشانك مقدم. يلا يلا الدرجات هذه. والله العظيم الناس صارت في اول الدنيا تغيرت. والله الدنيا تغيرت. نايف الاكلبي الدنيا تغيرت. الله يقلع علي. ها نايف الاكلبي سياتي بعد قليل. 10 دقائق ان شاء الله باذن الله بيجي. بس هذا طبعا ما يحتاج. فهد مطيري خليه على دي يفهم الطبخه على طول. بيجيك بيجيك هو. يا شباب اللي في ذا تكفون جروا لنا نايف الاكلبي بدني. ابو خدود ذا امسكوا امسكوا خدوده كذا. امسكوا ترى معك منه كبير او صغير يعني. ادخل على الفراش وامسك خدوده جر اقول عندك مطبخ. طيب يا شباب طبختنا التالي. أو شيء تقطع البصل طال عمرك وتكشنه. ها عرفت؟ وتحوف مع الدجاج تمام، وتحط تقطع معه الثوم عرفت والطماط. يعني ما بقول له شوي نطبخ معكم صراحة. فركزوا مع الأمور هذه. ها وضع سهل جدا. كشن البصل. طيب حط الثوم عرفت.
وابدوا بداية صحيحة، بداية جميلة، بداية نظيفة، عرفت؟ قطعوا البامية الروس ها؟ ايوه. غسلوها زين. ايه. تمام؟ بعدين حطها بالقدم. لا تنزل وزنية البهارات. والرز ابغاه لحاله. الرز مشتريه بس ابشر. ابغاه لحاله. نثري حب ملبوك. انا ابي شيء يفتح النفس. ما عليك. واهم شيء حماسك داخل الفقرة انت وياه. عرفت؟ إذا جاء علي متضايق من أحد منكم لا يلوم لنفسه. علي. أيوة شكرا. عرفت؟ حب قلبك. فشدوا حيلكم. يا بعد روح يا أخي. أنا يعجبني الناس اللي تحترم الفقرة وتجي بدري وكذا تهتم فيها. خلاص صراحة. لا جايين قبل الفقرة. شكرا لك يا حبيبي. كل يوم تعال أبو سالم. محمد السالم، محمد اكتشفت أنا صراحة اكتشفت أنك فعلا تنوي تحقيق هدف معين في هذا البرنامج. علم علم ذي الناس. والله العظيم. علمهم تكفى. الله يحققك مرادك الجميع يا رب امين. احنا مو جايين هنا نلعب، جايين على قوات عيل غامدي علي بن سعيد، جايين نلعب نتعلم. بعدين هو ليش امس يدخل المطبخ ويلعب بالهذه؟ ها علي الغامدي خوينا حق رادار. نعم. قل له شفته يوطوط في ذا المطبخ بعدين لا ويحرك اي شيء في المطبخ. شفت انت كيف نرفع فيه للمحاكمه يا اخي؟ بعدين سيف غرلي هذا، مدري قرلي نبي سيف غرلي. طيب سيف غرلي ايش تبي؟ نبي مكنسه كهربائيه. ما 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 في دقيقه يا اخي الديوانيه وهذا نبغى. لا 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 احد قال لك انك انت الحين مدير اعدادنا ولا؟ خلاص انت مو بقصه كذا يا علي. بس نبي مكنسه كهربائيه محتاجين. لا لا قول قول محتاجين بس اتكلم عن. ابشر ابشر شوف قال الله يرحمك. فيكم شخصيين اليوم معي انت ايش فيه؟ ايه شاير خدع عني خدع علي لا تشوفه. بقول شيء انا مكنسه انه متحمسين لان لقمه العيش صعبه يا حبيبي. صح لقمه العيش صعبه. اشتغلوا زين ها؟ ابشر. شغل الزيت وشغل النار عليه. ابشر. عشان يحمى الزيت بسرعه. رجاء الخاص لا احد يقول لي. قطع بصل زين ما لا احد يلومني ولا احد يقول لي ترك ما 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 ها هم فكك بعقل. زين؟ يلا علي اعطيك حق قلبي الله يسر من وقتك. طيب. ما ادري والله ما ادري من اسماءكم الجميله ذي انا ما ادري من وين ابدا صراحه. لكن أنا أقول لكم شيء، أنت الأسماء هذه بالذات أول مرة تصير لي. قلت بتذبحني عادي أحترق بغطب هنا مرة. أول مرة أجي الحلقة وفيه جهتين مجهزين إعداده كذا، يقول هذا يقول مزين إعداده فقرة هذا يقول مزين، كلهم يبغون ما في داخلكم الإعداد وفرق الدعم. اليوم أنا جايب لكم شيء أتمنى الصراحة صرت أقوى من العمق المطبخ. لا العمق ترى ولا أسئلة الين ما تعالى الحاج. وش فيك انا؟ انا ترى خفيفين لطيفين ما نجبركم ترى. لا ما نجر من يعني من اجوبتكم اسئله، ما نستشف منكم الاشياء الصعبه. لا على خفيف على خفيف. طيب فهد مطيري قبل أن نبدا في درش ترحيب المطر، وش حاب توجه كلمه للشخص اللي كان بيكون معك اللي هو عمر بن هذال بعد خروجه من تحت الضوء ليله البارحه، وكان خروجه بمثابه خروج بطل. أنا عمر بن هذال نجم وعلمتك قلت إن شاء الله من الأسبوع هذا أني بمثلك بإذن الله واستاهلي والله. عمر رجل شاعر ومواقفه في البرنامج مواقف بطل والله أني وفقه أبو هذال ويسر أمره استاهل وين ما لقى. طيب وش ممكن تقدر تذكري موقف اللي تقول مواقف بطل؟ ودي تذكري موقف واحد عشان موقف من عمر. اذكر صارت محاورة بيني وبين فهد البقمي وانا عاد شاعر بسيط جدا في المحاورة. ايه لا تلعبها وعاد فهد شوي في المحاورة قوي، فرحت استفزعت في عمر بن هذال اعطاني بيت على الطاير قال ضبطه في موية فيه مويه. انت قلت بتحرقني عادي انا موافق. سكر ذا علي سكر لي علي سكر ابوها. ورحت العمر فزع لي بيض الله وجه ابو هذال. ايش لك فيني؟ قلت سكر فيها امانه انا فنان عشان بحط ذا انا. ها تاخر روح. ها في حد ايش فيه ذا؟ والله اذا ما جتك الفقاعات هذه ما تدري ان الواحد اللي هو طباخ. والله يا علي بالنيه ماشي بالبركه الحين توهم ما بعد مشوا بسم الله عليه. الاكل بدا بيجي
لا نايف لكن بيجي باذن الله. نايف لكن يا جماعه ترى خمس دقائق ونقول له لا يجي. هذا الحين قرار ولا طرح؟ لا 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 ما ودي انه يجي. وش رايك انت؟ انا والله الراي انا اشوف ان الراي عند فهد. ايش رايك فهد؟ ودك انه يجي؟ اي والله ودي انه يجي. بس انه برضو يعني انا معي وقت مش الوقت. نايف يا نايف بس ترى ما يدري عن القرار. احنا الساعه 1:30 يا علي احنا غلطانين. هذا الموقف اللي صار معي مع ابو هداد. ارسلوا لي يقول ارسلوا واحد يلا. هذا الحين قاعد يغسل وجهه يقولون. طيب ايوه تقول لي اسلم ايش البيت كان اللي اعطاك يا عمر؟ والله اني ناسي برنامج يعني بس ان هذا من المواقف يعني في 15. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. تو الناس. طيب سؤال اتمنى انك تجاوب يعني تقول نعم او لا بس. انت ممثل؟ نعم. طيب ايش يبغون؟ طيب في شيء يقولون يبغون يعطونك اياه ما ادري ايش السالفه بس الاعداد يبغون ولا ما تبيهم انت؟ قول ما تبيهم. تبيهم ولا ما تبيهم؟ عليك منهم. بس اسمع اذا بتجيب شيء ولا شيء علمني ها مو بتنكبني مع الشعب. طيب انت ممثل ها؟ مقاييس الممثل عند فهد المطيري ايش؟ كيف؟ مقاييس الشخص انه يسمي نفسه ممثل عند فهد المطيري ما هي يعني وش متى يستحق الشخص انه يسمي نفسه ممثل؟ يعني مجرد الرغبه مجرد الحب مجرد الهوايه مجرد الممارسه مجرد هوايه واذا انت اذا حبيت الشيء اتقنته. فانا حاب التمثيل من يوم اني صغير. ان شاء الله نشوفك في قمم عالية في اذن الله ان شاء الله. وانت تستحق. طيب وش اللي خلاك تحب التمثيل دام انك انت تقول انا احب التمثيل منذ الصغر؟ وش اللي خلاك تحبه يا اخي؟ ان حياتك كلها تمثيل مثلا؟ لا مو كلها تمثيل يا اخي. احب ارسم الابتسامه في وجه اللي قدامي. بس انت عارف كممثل ممكن ترسم الحزن على اي شخص يعني تكون انت الشخصيه الشريره في هذا العمل. ولازم تطبق هذا الدور اذا انت فعلا ممثل صح ولا لا؟ صح. اذا طبقتها الان راح هدفك اللي هو زرع ابتسامه. هو مو اجباري ترى يعني. حشرتك ولا كيف؟ ايه هو مو اجباري ترى. والله مو اجباري يعني بس لكن التمثيل هو لازم انك تسوي هذا الشيء. بس حجرت اللي فزت علي اليوم. والله فزت. والله فزت يا لكن عشان غلطك عند امي بسكت ما لقى اي شيء. يا رب قلبك الله يخلي عليك يا رب العالمين. اقسم بالله انها بمثابه الوالده. اللهم امين امين. خلاص حبيبي انا تمددت انك عاش من وضعينا. طيب حبيب قلبي فهد بجيك من مخليك يعني من مخليك لو تبي بعد فكري بشرك يا ولد. طيب اثنين وضد واحد هذه ما هي بشجاعه والله يا عيال. ابشر بسعاده يا ابو خليفه. المفروض انكم لا مو بكذا هي ابشر بسعاده ابو خليفه على العلم. تعال من كذا بس طب بغيت يفزع ولا شيء ابو خليفه؟ انت بتفزع انت كذا انت خنت خويك. طيب سحبت عليك خويك قاعد ايش؟ لا لا برنامج يا طال عمرك هذا البرنامج يكذب. طيب اسمعني اسلم انا ما ودي انك تساعده بس يعني انس واحد منكم ينسحب يخليه واحد ضد واحد لين يجي نايف. والله اني تعبان وودي يعني على ما قالوا بس انا تعبتك في حاجه. طب ايه يا حبيبي في الدار يا عينك ليه؟ محمد السالم لبيك لبيتي من يا حبيبي سم هلا. في موضوع استاذ عم وشو يوسف وش قال لك؟ تقول لي سالم وش قال لي؟ بس لا يحرق الدنيا بس اشتغل بس ما عليك. وش قال لك بسرعه؟ كذا قال لي. وش تقول سالم بعد؟ ابو سعد لبيت قطع زين بعدين يلا وين تقطع بي؟ شوف لا جيت قطع وين تكون فيه؟ نظر اشتارة عاين فيها تعليمات يوسف ذي؟ ايه ها خلاص كذا؟ عرفت مساعد لا تجي من الجهة ذي. سم سم تعال تعال طيب ايوه يا سلام. طيب سؤال انا زعلتك حاجة؟ لا والله. طيب قول لي ايه يا حبيبي هي؟ بتداري عنك ليه؟ والله ما اعرفها. علمني ليش؟ انا زعلتك حاجه قولها قاعد اختر. طب ايه يا حبيبي؟ طب ايه يا حبيبي انت قول له. طيب بتداري عينك ليه؟ ليش الشيء اللي سويته هذا ليش؟ انا ما كنت ادري يا اخي يوم اني انا اقول لك ذاك اليوم وانت ما ادري ايش فيك. الله يعافيك انا مصاب ما ادري يا اخي ذا يهنيه تدري ليش؟ يشبك معك لو انه مو فاهم شيء اهنيك عشان كذا انا قلت لك الكلمه اللي قبلها يبدا احبك يعني. يا حبيبي احبك بالله يا اخي ابراهيم النجاشي انت لك مكانه خاصه. الله يطول قسم بالله محمد السالم يا قلبي هل تشوف انك المرشح الاول
في برنامج كاريزما؟ والله بمنظورك الشخصي، خلي الموضوع الأشياء الثانية، منظورك الشخصي هل تستحق أنك تكون أنت المرشح الأول لبرنامج كاريزما؟ في داخلي أنا نعم. الله يعجبني، تعجبني الثقة. لازم، لأن أحياناً الأول ما يروح لل الشخص اللي تعرفه. لا ما يروح ل... مو لازم يكون بالأسماء خلاص. اسمك صح، كلنا قدمنا، كلنا اشتغلنا، كلنا عملنا، والوعد برا إن شاء الله، باقي أشياء برا يا حبيبي. إيه يا حبيبي، أحس أنه عنده طاقة، ما ود... ما أدري هو ما ودي يطلع في برنامج أو أنه ما قدر يطلعها، فهو ناوي يفجر الدنيا برا برنامج. الرجال يقول لك شغال في موسم الرياضي. سمعت واحد أمس يقول أنه في ناس ما يستاهل، يعني جابها أنه لا ما بياخذون الأول، ولا أخاف أنهم يأخذون الأول وهم ما سووا شيء. فأنا استغرب يعني من وجهة النظر كل واحد. ممكن ما يقصدك طيب، ولا لا أتوقع أنه ذكر بالاسم. لا لكن إيه، لا لا عكس الرادار صح؟ أنا معي جوال. كيف دريت؟ إذا معي خذه. كيف دريت؟ طبعا هني. أوه الشيف توهك، الشيف يبدو أنه صدم جدار. لا 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 هذه أشياء ما حد يدري فيها. هو أنت كيف جاء كيف؟ لا لا هو توقع ما يقدر يتكلم في المقدمين صح؟ أحد المقدمين ولا إيش؟ مليان في كل الفقرات. لا لا مثل هالحوارات. لا بس ما ليش أنت اللي ذكرت، هو ذكر اسمك صح؟ أنت قلنا ذكر اسمك. من هو؟ هذا الشخص. بالضبط بالضبط مهدي، عشان ما احمل نفسي. هو دائما يجيب كذا بالضبط بالضبط بي ويعطي نفسه مخرج. ليش توترت يا ساهر؟ ايش فيك انت رجال؟ طيب. انت رجال ما ضبط نظراتنا. يقول الوعد برا بيحس بيضارب، ما حس بيقدر. هو فعلا ترى صادق فعلا الوعد برا لانه يكسب نجاح حقيقي برا برنامج. هذا العلم يا علي، تقدم الشيء في برنامج وخلاص توقف. طيب فهذا اصلا بدايه خطتك. نايف لا يجي. نايف ليه؟ لا يجي. اذا قدر بيجي بيجي. يمدي يمدي يمدي. ما انا مكلم الاعداد ومبلغهم. الامور طيبه خلاص، الامور طيبه. اذا نكتفي بالموجودين. يعني فهد اذا فاز ياخذ 600 نقطه. نعم يعني فهد انت فايز اليوم، فايز تستاهل. اما 600 ولا 300 تستاهل. طيب محمد السالم يرشح نفسه بانه يكون صاحب المركز الاول ويستحق، ويعجبني الشخص اللي واثق من نفسه، ولكن ما يجي بعد الشخص اللي يثق بنفسه وهو ما عنده قدرات، بخلاف سالم. بخلاف السالم محمد سالم يرشح نفسه وقادر بإذن الله أن يحقق إنجازات سواء داخل برنامج أو خارجه. بإذن الله بإذن الله، وأنت تعمل هنا على حسب المعطيات اللي معك. صح. وبرا بيكون إن شاء الله عندك أسلحة كثير أنك تؤدي بالشكل المطلوب. والله يكتب اللي فيه الخير يا حبيب قلبي. طيب من وين تجيب فعالياتك؟ هتكون يعني مشهورة أو أنت أخذها من عندك أنت؟ كيف أجيب فعالياتي؟ يعني كيف الفعالية هذه أو الفعاليات كيف بدأتها؟ هل أنت يعني تعرض نفسك كمقدم لهذه الفعالية، أو أنك لا والله كانت تجينا دعوات، أو أنك كنت ضمن فريق وأنت كنت من أبسط أسماء هذا الفريق؟ طيب جميل جدا. أنا قبل كذا ذكرت أني كنت متعلق في قناة من القنوات ممتاز. وتابعتها وتعلقت بهالشيء. بعدها بداية المسيرة لازم أنك تفرض نفسك، تقدم، تعرض مثلا مجانا مقابل ان اسمك يطلع. يعني انت تدفع مقابل عشان؟ لا ما تدفع، تطلع مجانا. اللي مقابل انت دفعت لوقتك يعني. جميل. يعني دفعت ثمن انك انت جيت مجانا، وقت وثمن وجهد في عمر مره يعني صغير. فالحمد لله جاء الوقت على عمري اللي اني انا اقدر اوصل لمرحله انك انت قود مثلا فرقه. اي قائد فرقه انا الان، قاعد فرقة من 12 سنة ولله الحمد. ما شاء الله عليك. 13 سنة. طيب هل محمد السالم راضي عن الأشياء اللي قدمها في الأسابيع الماضية؟ ركز على هذه الكلمة. مو كل الأسابيع طبعا. أنا مؤمن إيمان تام إني اشتغلت وعملت، وفي أيام أو أسابيع كنت تعبان تماما نفسيا ولا نفسيا، وفي اسبوع جسديا واسبوع فكريا. فطبيعي يعني الانسان اتوقع يمر بهالظروف. يعني ما قدمت بسبب هذه الظروف الاسابيع الماضيه، كان ادائك يعني مو كويس بسبب هذه الظروف. اي بالضبط. طيب هل تتوقع ان المركز الاول راح يعذرك بهذه الظروف، ولا المركز الاول يحتاج جهد مهما كان؟ لا المركز الاول عليه بالمعطيات.
ما يفكر في الظروف يعني. عندك نقاط، خطوات، تصويت، هالأمور بإذن الله إذا الله قالها حتتم. وأنا أمي الله يجزاها خير ويحفظها يا رب ويخليها لي دائما متفائلة، ووصلت لهالمكان بعد توفيق الله عز وجل بنصائح أمي اللي قالت يوم من الأيام بتوصل للمكان اللي تبيه وبنفرح سوا وبتمثل مجتمعك اللي أنت عايش فيه. أحسن تمثيل والله مثلا. وأحسن تمثيل بإذن الله، الله يجعلنا عند حسن الظن. وأنا هدفي بإذن الله أني أرفع رأسها هي وأبوي وعائلتي. رافع رأسهم قبل لا تجي حتى البرنامج. الله يرضى عليك، هي وأبوي وعائلتي والأسرة الكريمة بإذن الله. بإذن الله وأنت تستحق بإذن الله. طيب الله يرضى عليك. من تتوقع اللي راح يذكر أو يذكر اسمه بعد المركز الثاني؟ الفائز بالمركز الثاني مين؟ أنا ما ودي أسمي أسماء. توقع توقع. حتى التوقع. أنا الحين أشجع الهلال، أتوقع أنه يخسر في النهائي. أحبه يا أخي هذا النادي، بس أتوقع أنه بيخسر. كنت بقول كلمة بس الحمد لله. لا مو إن شاء الله، بس إن شاء الله إن شاء الله أنه يفوز. لكن توقع كتوقع ما له دخل في الهلال. نهائي آسيا؟ لا لا عفوا عفوا عفوا. الهلال يمثل الوطن الآن. مسوي الحين ده بدري. ما بعرف لا فريق بيفوز ولا يحتاج تشجيعك. يقول أتمنى إن شاء الله أنه يفوز. فهمت علي يا محمد؟ فاهم عليك. التوقع غير الأمنيات غير العلاقات. توقعك من هو المركز؟ أنا ما قلت الأول ولا قلت الأخير. لأنه بيكون محرج عليك. ايه؟ قلت الثاني. الثاني. كذا توقع. والله أنا العظيم والله العظيم إن يعني أنا يوميا إذا جلسنا في مجلس أو في تكية شباب بر أقعد أقول فهد إبراهيم العصيمي أقعد أخمن كل يوم واحد يبدأ أقول هذا يستاهل هذا يستاهل هذا يستاهل. في النهاية التصويت يفرق. عارف هذه الأشياء بس أنا ما عندك توقع. البامي تخسر صح مش عارف. البامي تخسر بنغسلها. بيصعب عليك. بيصعب عليك التوقع. يا رب تكفى لا إذا لبيه. بيصعب عليك التوقع يعني. مو بسبب يصعب. بسبب دعم يعني بسبب دعم. والله العظيم الجميع متقارب. أنت متصور إن بداية البرنامج الزعيد ما كان يفكر في أي في أي مركز. الآن يفكر في مركز وبقوة وبشراسة. فهد المطيري ما شاء الله تبارك الله. إبراهيم النجاج بصوته ما أجامل لكن هذه شهادة حق يعني البرنامج ما شاء الله منعطف أخير قوي جدا جدا جدا. وقلت ذكرتكم هذا الشيء ما أدري أنت تذكره ولا قلتكم في نهاية البرنامج بتغير أوضاع يمكن نجاجين تحت الأول كلكم وفعلا. والله المقدمين كلهم يقولون أهم منعطف هو المنعطف الأخير لكن اللي مكتوب بيحصل هذا بإذن الله. الله موفقين إن شاء الله. آمين. إبراهيم النجاج بدأ يخبص لكن الله يعينه الله يعينه أنا ما أبي أي شيء بس أقول الله يعينه إبراهيم. لا اي بس على اساس اني خبره في الطبخ فهمت والله ما ادري جايب العيد ولا جايب رمضان ما ادري والله كنت بدي اشوف بس وانت تطبخ زين اتوقع كنت ارقد ما كنت اطبخ انا كنت ارقص العب اوه جوي والله العظيم اللعب تدري اني يوم اني اشوفك انت وابراهيم تلعبون اني اقول ويلي ثاني ما شاء الله بيساعدك يلا يا مالي مال هلا العب 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا هلا هلا خلاص 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 خبر انت ترقص بدون تلعب بدون هذا شو سويت؟ هاي ايش فيك؟ كان فيك بلا انت ماشي مرجوج ما انت على خبري يوم كنت على خبري كنت عاقل حد يتنكس بدون صوت ايش فيك انت؟ ابشر 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 حق الله يرحم والديك وهذا وانت لحالك ابشر ومعك واحد ثاني الظاهر ما انت بجالس لو جاء نايف لك كنا الاباء بسالك سؤال اتوقع انكم نفسنا انتم ابوك اذا 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 انت سكت ما يخليك في حالك ارفق ارفق وين يمين شار هد هد يقول كذا ابوي اول ما تعلمت السواقه يا طويل العمر قرصني قرصته من الله خبرها قرصه كبيده ولا قرصه بكره قرصه قويه لي والاخوي نفس القرصه انا اسمها قبصه القبصه دي عرفت كذا القبصه اللي مع اللحم ومع هذه تعلمك ان الله حق زين سوق زين على الدائري لا تكفى على طريق الملك فهد اول ما سكت ابوي طببني في طريق الملك فهد وين الولاعه تخيل طريق الملك فهد الملك فهد على طول على زحمته احيانا بس صدق انك فنان الحين اي خلاص شوف اذا انت بتتقن السياقه بقوه ادخل بزحمتها اما تروح مخططات ليه مخططات خططنا والله شوف انا اتكلم عن انفسنا انا والعائلتنا كلنا تعلمنا في البران كلا اراديا من نفسيات ابتدائي وانا نسوق لا ما يحصل في البر يمكن الايام قبل بس انا وانت لحقنا على شو اسمه المدينه والداون تاون وهذا كان ان نسوان يسوقون الويت كفو وكطيب كفو ما ادري شو جاب العلم فهد مطيري يقول ما سبب حب فهد لرسم العيون وهالريم عيني ايش
هالريم عيني والدته. أنا ترى من يوم مني صغير أحب أرسم الجفن ولا الحواجب. عندك قلم أرسم لك رسمت على طول؟ على طول. أطبخ لا يعطيك أنت عندك 600 نقطة فرصة تضيعها. إذا بس خذت 600 نقطة. العين والله مني أحب أرسمها. تخيل في أيام ابتدائي سادس عرفت أرسم في سادس عرفت أرسم. صرت أولى متوسط ثاني متوسط ثالث متوسط إذا أنا ساهي إذا أنا ماني يم شو اسمه التدريس يم الدكتور أرسم حواجب أرسم. ليش الدايت؟ كم كرسم؟ بس والله إن ما أنساه مدرسة مدرسة شو اسمه الرسم قال فهد لا ترسم الوجه. قلت له نسيت لا ترسمه تبي ترسم عين ارسم عين عادي ما في مشكلة لكن الوجه حاول إنك تبعد. تبشر. طيب صرت بس أرسم العين. يعني أنت ما شاء الله عندك الرسم والتمثيل عندك أشياء جميلة. السؤال اللي يخص التمثيل وأنا أشوف إنه المفروض اللي هو اللي تعطيه وجه تعطيه جهدك ووقتك. في الحفل الختامي من برنامج كاريزما هل فكرت انك تحط ضمن السكريبت الخاص بالحفل اي نايف خليه يدخل اذا موجود عادي عادي خليه يدخل ها تبي نايف؟ نايف وين جاء؟ اي خليه يجي لبى قلبه انت خلاص طفتك ولا كيف؟ باقي لسه عاد هو يضبط الرز اي بس ما انت بتقدر تقوم تطبخ لحالك؟ ما عندي مشكلة بس دام نايف وصل خليه يجي والله ما عندكم يا شباب عندكم هي الموضوع أنا ما أدري والله عنكم أنتوا اللي رفضتوا في موضوعكم كيف دام نايف موجود خليه يجي طيب الموضوع عندكم تبغونه يجي تبغونه ما يجي كيف طيب يا فهد قلنا لك هل فكرت تحط ضمن السكريبت الخاص بالحفل الختامي مسرحية قوية جدا وبأدائك أدائي أنا ولا أداء اللي مقدمي كتمثيل يعني يصير تقدم يعني تمثل في مسرحية معينة معك طاقم أكيد الشباب يعني إن شاء الله بإذن الله محنا خطتنا أن يكون أنا وإبراهيم نجاشي وولي الزهراني بما أن دخولنا للبرنامج تمثيل إن شاء الله أنه بيكون فيه فيلم صغير شوي قاعدين نضبطه يا أخي بناء أنت بناية برن يا أخي مشكلة أنا كان في نفسي أنكم تسوون مسرحية من أجزاء تخلوا الناس ينتظرون الجزء الثاني متى يعني تقفلون على حدث الناس ينتظرونه كذا ضحك ولا طقطقة ولا دراما ولا أي شيء قصدك في الحفل الختامي يعني مفروض أنه كان بداية البرنامج يعني عندكم أيام إذا أيوة والتكميل يكون حفل الختامي عندنا أجزاء ثلاث أربع أجزاء حنا نطمح في الشيء اللي يكون لنا سيفي فهمت في البرنامج يكون لنا سيفي لطلعنا أنا أقول إن يمكن إن شاء الله بإذن الله خلال الأيام الجاية إن نسوي لنا فيلم صغير حنا الممثلين شيء طلعنا فيه برا برنامج هنا يكون في السكريبت حق حفل النهائي طيب فيلم قصدك مصور يعني مسجل ولا فيلم هنا نسويه حنا في اللايف ولا تسجلونه؟ لا مو بلايف لا تسجيل اوكي ويعرض حلو حلو جاهز الصورة طيب الفكرة وكذا الاعداد ولا باقي؟ لا قاعدين ندرسها ممتاز الله يوفقكم امين حلو طيب انا ودي اشرك دام انك انت لحالك يعني لكن عندي بعض الاشياء لازم انك يعني تقول يعني تحس انك شغال صح الحين؟ شوف كلها باميه وين احس انها ناشفه هو يبيها كذا بعدين صب لفها كذا لفها خل يوسف يبغاها لسه باقي المويه بعد ارفع ذي ارفع والله ارفع يو 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 والله صراحه بصراحه انا قاعد اوكي بصراحة أداءها صراحة جميل جدا صراحة يعني يقول هنا يقول الكل شاهد إعلانات فهد بالبرنامج وثقة بهل وثقة بهل ياخذ فهد مقابل ذلك ايش يقول ذلك مبلغ مادي في إعلانات انت قاعد تسويها في البرنامج لا لا ياخذ هذا إعلان لا أنا أعلن لهم هنا في البرنامج وعسى الله أن يوفقهم هذه أول كلمة أقولها لها لأي أحد داعم يجي لي أقول عسى الله يوفقه سواء أن أسر منتجة أو شركة عسى الله أن يوفقهم ويسر أمرهم طيب إنا صرنا طبعا على نهاية البرنامج مشارفة وفهد طبعا كسب جماهيرية ما يستهان بها أبدا وأنت تستحق ذلك أكيد وهم دعموا للشخص الصح لكن السؤال يتبادر لذهنهم جميعا وش قدمت بعد البرنامج أو وش عديت لما بعد البرنامج في شيء عديت له بعد البرنامج أي نعم بعد البرنامج بتشوف كل علم طيب في شيء عديت له إعلامية أتكلم كيف؟ يعني في السناب في المحتوى كذا مثلا في شيء معين راس ما أنت ودك تسويه بالذات أنك بتطلع على وقت جميل جدا تطلع على الشتاء والطلعات والفلة ما
اسوي لهم ريالتي في السناب ويومياتي. ما احبك علشان هذا الريالتي، اتمنى ان هذا الريالتي يستمر لانه ترى متعب جدا في السناب يا عيال، ترى السناب متعب. شوف بقول لك شيء، والله متعب في شيء عام، متعب ولا راشد؟ ها 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 متعب يوميا ولا يوميا؟ كلها نفس الشيء. لا التواجد انك ترد على الناس او تكون متواجد في المواقع وفي الاحتفالات او انك اي شيء تصوره قدامك كله متعب والله. الشيء المستمر يوميا متعب، لكن متعب اكثر من الرياليتي اللي احنا فيه هنا. هذا هنا في اشياء متعبه غير التصوير، يعني كل واحد له، لكن في النهايه في مقابل، في مقابل يستحق التعب والعناء، محبه الناس وفلوس، فلوس فلوس مقابل جدا جميل، محبه الناس وقبولك عند الناس قبل وبعدها عاد فلوس. طيب. بعد فلوس طيب. على طول بعد محبه الناس اضل فلوس، يمكن هو يمكن هي ومحبه الناس. والله ايش فيك يا ابو يسار؟ صح عليك صراحه مرحب. والله صراحه صراحه يعني محبتكم حلو نحب، لا اوكي بس فلوس بعد خسوي خسوي الكنس فلوس فلوس. والله انكم تستحقون من النار كثير صراحه. انتم ما تبغون منا الا ان نقدم لكم شيء يرضيكم صح؟ وبشي بشاتكم نقدم اللي تبغون بس. طيب فهد انت احس انك حطيت شيء ما ادري هو صح ولا خطا. ليش؟ طب ما قلت شيء ما ادري، قلت صح ولا خطا ما ادري، يمكن صح يمكن خطا. ايش فيك فهد؟ اوه يا اخي يا لملم، كل ما جيت معي في فقره يسالوني يقول ايش سالفه 26 اكتوبر؟ 26 اكتوبر احنا اليوم كم؟ اليوم 24 بعد بكره. 24 25 26 اوه وش السالفه؟ 26 هذا يعني شيء لفهد لا يعلمه الا هو. طيب ما من هو هذا الشخص نفسه؟ انا اللي اعلم فيه. طيب يعني انا اقول لك شيء. طيب 26 اكتوبر والله يعني لي شيء يا علي، شيء كبير لفهد. انا لي انا فرحه زي اعلمك حاجه، زي يعلمونك تراك تخرجت من الجامعه بمرتبه شرف، تفرح؟ اكيد والله. سفره لجزر المالديف لعلي انت وساير، تفرح ولا ما تفرح؟ نفس هذه الفرحه انا عشتها في 26 اكتوبر. طيب بس معليش يعني هل الفرحه هذه تستاهل؟ انت تعال يا ولد، انت تعال سير علي، تعال ساعدني، علي ضاغطني ضاغطني بالاسئله ضاغطني. ايش فيك تاخرت الى هناك؟ تعال انت بالنظام كذا، انت اللي صحونك ما انا صاحي. طيب انا بسالك سؤال، انا زعلتك في حاجه؟ طب ايه يا حبيبي؟ موفق يا نايف، ان شاء الله ان شاء الله فقط كذا. عجزوا خلوني اطلع اروح اقومكم. لا لا الامور طيبه، انا ارسلنا لك اعداد يقولون لهم جوك. جاني حسن مره ثانيه. خير 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 عادي بكيفه. وين مايكك يا حبيبي؟ انا مصاب مصاب من قبل ما اتكلم. طيب فهد تروح عند تروح يا ولد ساير، نروح نغسل ونجي. يلا مرحبا ماشي. يلا طبخه الطبخه بام ايش طبختك؟ وش باميه؟ ما ادري ايش رز باميه بس مو مره ترى طعم. ابراهيم يا ابراهيم ابوي انت، تدري اني احبك صح؟ نعم الله يحبك. تاكد هذا الشيء ولا شيء؟ وبادلك المحبه يعني بالله ابو شمسام. قليل من ال مزبوط جميل جدا. زيت وزيت بس شوية بس. يا مرحبا يا نا. يا على شفت المقطع اللي طلع ترند الأيام؟ يا مرحبا تعرفه؟ معك جوال يعني ولا؟ إيه تو طلع ترند الأيام دي، كيف عرفته؟ معك جوال؟ كم معي جوال اسوي اللي طال؟ مايكل ايه ونهار طرحوني الريجي. لا اشتغل مايكل والله اني اقول لك يا مرحبا صدق. الله يبقيك والله العظيم يا اخي، ما تحسون وجه سمح كذا كذا من الله؟ مقبول مقبول عنده قبول من الله مقبول يعني ما يعني ما انت بجي جده ولا جيد ولا ممتاز، مقبول يعني فاشل. يلا برا برا يلا يا دبك شلون تكفون تصرفوا بسرعه بسرعه بسرعه.
يا رب قلبك يا نايف. I love you حبيبي والله يا عزيز. بإذن الله نشوفك الأيام الجاية قبل لا ينتهي البرنامج. شكرا إن شاء الله حبيبي يا قاسم. طيب يو في واحد هنا من الشباب كان شعره كدش يا عيال كيف شكله كان غبي. استحيت عرضه والله ما زي. لا انا ليش حاط كدش يا عيال ليش يا فضحي فضحاه يا فضحي يو انا كدش بس ايام لندن يو واحد واحد يو من هذا استغفر الله والله ما جهزت الصور صراحه عشان لا باقي لا لا ما يمتي الهاشتاج بعدين ما عاد نقرا شيء على اساس اني اقرا الحين لكن بمر ان شاء الله بمر ان شاء الله. ابراهيم النجاشي انا ادرك ادرك تحبني وانا احبك صح ولا لا؟ خلاص فلينا ذبح امنا. طيب انا سالت محمد السالم هل انت مرشح الاول وقال لي ايه هل تقدر او تستطيع انك تجاوب نفس الاجابه هذه؟ والله انا اقول مالك لوا المركز الاول مشروب فنجاله طال عمرك صدق صدق تسرع على التصريح لا يعني صراحه تشوف انك انت مرشح الاول صدق يعني الاول إيه؟ لا اشوف كصراحه ومنطقيه وبدون مثاليه نعم. ارى ان هناك من هو افضل مني وش ويستحق نعم. المركز الاول لمحافظته على النقاط ولانه ما شاء الله في رياليتي كذلك قوي يعني انت تقول ان في منافسه شرسه جدا يعني ايه في وان بغيت اعطيك اسماء اعطيتك اسماء طبعا انا رجل ترى حبيبي انا اعطيك واقول لك ولا افكر عطنا يا اخي سدم هذا النا... هذا النا... يا اخي والله ورني عضلاتك بالله ورني عضلاتك وقل ابو البايت اي يا حبيبي ما تخمن احد تقول اسماء اقول لك الكوتش طارق ذاك اليوم مسكته قلت يا حبيبي ايش فيك يا رب الكوتش طارق تامر قلت خلاص استغفر الله لا لا مسي عليه بالخير والله عاد اليوم والله مسي عليه بالخير وقول احبك بالله ورغم اني ما واجهتك بس اني احبك ابو جيجر كلنا والله نحبك وندعي لك وانا ساجد والله ادعي لك ترى فاحل ما بساعد والله اقول لك وليد الزهراني ايوه انا ارشحه لياخذ المركز الاول يستاهل ابو زهر ابو قشره يستاهل طيب يستاهل لان ما شاء الله عنده جمهور والرياليتي كذا قوي محافظ على النقاط ومحافظ على النقاط ويعني ما شاء الله ما يفوت الصلوات المسابقات وكذا يعني مهتم انه ياخذ المركز الاول مثل غيره من المهتمين انت تشوف انه مهتم مهتم وكذلك حضوره قوي في البرنامج يستحق صراحه نعم يكفي هذا الظهور ترى الظهور اذا طلع ظهورك بشكل جميل ترى يكفيك عن صحيح. المراكز هذا انا طيب رايح لاحد المراكز بس قيل وسمعت بان ابراهيم النجاشي اخذ من صفات جدته لانه كان قريب منها جدا رحمه الله جدتي وش مثل الصفات انا لا ترى جدتي من ابوي موجوده وهي اللي يمكن الله يرحمها حي ولا ميته ما ادري إيه؟ يعني ميته ترى ما ادري هي موجوده ولا ما ادري صراحه يقول كان مقرب جدا لجده عفوا انا اسف اي لجده إمرأة لا عدمنا الأدر من الله ثم منك مرحبا والله الخطا شف هم الخطا يا اخوي لا لا خليك علي اني نعرف تكفى مسموح هم ارحم والديك ارحم والديك ارحم والديك هم الخطا طال عمرك ما يجي الا من الشيطان كيف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزل طال الزلت من عيني ما قرت زي انا طالبك طالب خلاص مسموح يا ابو شتوي زي ذاك اليوم من الشباب الله يستر عليك ايوه انا بجبريل جيت بقول حكمه قلت زي انا اخذت حكمه يوم بقول من الشخص جاء ركان الله الله يذكره بالخير موجود وراء يعني بغى يودع البحر بغى يروح أزل المراد قال إيه زي ما يقول المثل خذ الحكمة من أفواه المجانين قلت إيه بس يعني أنا قلت يا أخوي بس الحكمة الجد الله يغفر له يا رب قال لا أنا أقصد أنت المجنون أنا أقصد الحكمة قلت إيه ما عليه المراد إن الحكمة بعد أنت ما أحترم لك يعني لو إنك ذكي كان بعد ما قد ذكرت إن الجد كان اسكت خلا تروح لا بتوضح اللي يا أخي اللي يشوف يعرف يعني يا أخي أنا بقول والله موقف صعب كان قلت يا أخي طلع فاصل شيء أمون على بعض إيه أنت قهرني مرة قفل بث على شعر نصر شيك متلا أنا بغسمة السالفة كذا
يقول بسألك سؤال وجاوب صراحة. قال بالنظام. قال وين كنت رايح؟ قلت والله مريت الرابع. والله العظيم انكم كنتوا تقهرون صديقي، خلت تخطون علي شيخ، ترى انقل انا اجي. اي صحيح جدك. صحيح السؤال انا نسيت. لا جدك طبعا. اي وش تقول؟ هل كان يقولون انك انت كنت قريب منه لذلك اخذت منه صفات. هل هذا الكلام صحيح انك اخذت صفات؟ وانت ان شاء الله باذن الله قريب منه هذا اكيد. والله مما يشرفني وبالعكس ودي على ما قال اني اخذ صفات جدي الله يغفر له كلها، ولكن ولا اليوم كل واحد يقول للثاني سر. اقهركم انا اقهركم بالله. تعلمون تنعلمكم علمونا تعلمت من عندك وش قال فهد؟ ترى عاد كلامه حلو يقهر والله كلامه فتك. تعلمكم علموني بسرعة. لا لا والله ينقهر والله ينقهر الله يقول عليكم. سولف سولف معه خل فهد يخلص طب خده ان شاء الله موفق 600 ولا 300 يعني فايش فايش القوة القوة. فاقول لك لكن يعني نحاول ان شاء الله ان ناخذ الصفات. طبعا انا اكيد يعني كنت نوع ما ملازم لجدي الله يغفر له في روحات المناسبات. وش جت في هذيك الفترة؟ يعني فقدتها الآن بعد ما نقول كان نصايح. نصايح فقدتها كان دائما. إيه نصايح. نبي نسمع مو بنصيحة أو مفهوم من نصايح ما بكتبها بالنص يعني. وش أكثر شيء؟ أنا بقول لك الحكمة اللي قلتها الركان ذاك اليوم. الحكمة يا طويل العمر والسلامة ذاك اليوم وأنا جالس عند جدي الله يغفر له ويرحمه. جالس جنبه. وقال لي احذر يا ابراهيم من كلمه شوك. طبعا انا ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم اسلم نفس الاسم يعني. فقال احذر من كلمه شوك. قلت وشلون شوك؟ شوك. قلت شلون يعني وش شوك؟ قال شين احذر انك تكون شريك. شريك؟ شريك في اي شيء؟ لا يعني هو يقول كحذر فقط. لازم إذا يكون فيها نسبة حذر يعني. أقصد أنه إذا اخترت شريك اختر بحذر. نعم احذر من كلمة الواو كلمة وكيل. لا توكل. لا توكل أحد. صح. احذر الحرف الكاف من كلمة كثير. لا تكفل أحد. هلا عاد شوف. نعم هلا عاد. طبعا هو كلمة هني أنه اختر كلمة احذر احذر احذر. ما قال ما قال لا لا لا. إي قال لا تكفل لا احذر بس. نعم. وكنت يعني دائماً في كل شيء أرجع له، حتى لو جيت مسافر أرجع له، لو جيت أستاذ. هو القيد الحياة ولا؟ لا لا توفي الله يرحمه. صلي أن يرحمه. أقل من سنة يمكن. بإذن الله نتقابل إنه وياه في الجنة إن شاء الله. بإذن الله. ولا تقصر. في سالم قول قول إنك تبي توسخني. قولها عادي. وين دروس؟ تو أخذته بس عشان لما أشوف. ومسلم عليك. انا فكيت ترى عشان يقضي انا كنت بسلم انت فكيت عشان اللقاء ترى اي عشان اللقاء عشان قال يمناك لكن انا اقول يا ابو شتوي جدي الله يغفر له ويرحمه يعني هو اعظم فقد فقدته في حياتي واتذكر بيت للشاعر محمد السكران يقول فيه ضايق صدري وفي عيني يحر دموع الله وتحرد نات دمع عشان اهلها فاقد لي ضلع واحد وفي صدري ضلوع لو رجع لي قلت هاكم ضلوعي كلها. الله صح لسانك صح بدنك طبعا من شعر صح لسان الشعر صح بدنك صح بدنك ابو شتوي. طيب لا ما بنسى في فتره من فترات ابراهيم النجاشي كان موظف في كاشير لسوبر ماركت مصغر وكان ماخذ وقته يعني بشكل كبير لدرجه انهم اذا قومت قال اللبن سعره كذا. هذا صحيح؟ شلون؟ والله اني سجيت مع الطبخه. يلا مع السلامه. لا والله مش عيدها والله انت عيدها. اقول لك في فتره من الفترات ايه كان ابراهيم النجاشي موظف في كاشير السوبر ماركت مصغر صح لدرجه انه ماخذ وقته يعني ماخذ وقتك بشكل صح كبير. نعم حتى اذا جت امك تصحيك من النوم وتقول لها اللبن سعره كذا هذا صحيح؟ ايه صح. وش ذا الخلاص ذا؟ انا كنت شغال في محل خضار وفواكه حق القصيم وكذا. ايوه. كنت دائما وانا كاشير احب كذا تواصل مع الشيبان هذا بسعر مع اني كاشير ما لي دخل اقعد اجاوب العالم يعني. وين كان عبد الرحمن غالخي. وش كان اسمه؟ ما والله ما لي دخل. عادي ما تخصمون علي. انت الاعلام ما تعرفه. لا خصم وما لي شغل انا والله. ايوه اسلم.
المرادفه كنت اجاوب الزباين فكنت لا رجعت للبيت وانا تعرف العافيه ابي ارقد خلاص اي فتجي امي تقومني للصلاه الله يجزاها خير فاقعد اقول لا لا الطماطه اليوم 35 امي تقول شو لا ما جا كوسه اليوم فاجاوب فأنا والله ما أدري أنا خاف إني زليت بسراب ولا شيء عنده والله نايم عاد والله ما أدري إيه يا أخي لأن ترى ثلاثة من ربعنا في الغرفة نفس النظام يكبون العفش والله يكبون العفش حاني نصوت لك تقوم يا ولد ما تدري أنت هذا يسمى العقل ألا عادل بن هي اقول يجيب العقل اقول لا ما نفضل والله انا ابوهم انا ابوهم اللي علمهم هذا الاشياء كلها انا سولف والله واغني شيلات والله انا هذا الشيء ما ادريها لان علمني الحول لدرجه اني ثبت مقطع بصور نفسي اذا قمت من النوم بسمع شفت يوم قمت من النوم الا جوالي طافي يا مرحبا تحصل هي الدنيا كذا طبعا الراعي الرسمي لهذه الفقره الجميله اللي دائما نستمتع فيها انا وياكم هو الشيء الجميل المليون شجره طبعا هذه المزرعه او هذه المزارع صنفت تصنيف عالمي حتى طلع لها تقرير في تقرير من اسبانيا المليون شجره ما سميت بهذا الاسم ولا وصلت هذه المرحله الا الاشياء اكيد انها ما يعني شيء مو بعادي لا في المنتج لا في المنتج نفسه وجودته ولا في الخدمه اللي قاعدين يقدمونها خدمه العملاء ولا في الخبره السابقه اللي هم تعاملوا فيها عشان كذا حابين نشكر المليون شجرة على هذه الرعاية الجميلة ودائما يعني نتمنى نكون متعاونين معهم لأنهم فعلا قاعدين يقدموا شيء مرضي ويبيض الوجه. هاي فهد شلومك؟ حجت بك ولا أمك طيبة؟ شوف. يود أنا أصدق أسألك سؤال أتكلم أنا صادق. بخر. أسألك سؤال صدق أنت يعني لك في الطبخ؟ والله تبي الصراحة؟ أنا غلطان. لا. اللي كمل لا. لنا 77 يوم والله كل يوم ابدا يعني انت قاعد يعني انت تدخل مطبخ فعليا تبغى تتطور اي أيوة والله حلو والله انا تدري عاد الحلا إيه. طيب صدق في حركه وشو خيمة جاردن ترى موضوع سالفه 6 اكتوبر يا اخي خلاص دقيقه انا برجع موضوع بتكلم في موضوع 6 اكتوبر 26 عفوا اكتوبر بتكلم فيه بس بشكل بسيط وبعدين بننتقل يعني شيء اخر لكن يا حبيبي انا ما ابغاك تقول لي وشو انت طبعا ما ودك متحفظ صح ايه ما ودك تقول وشو شدنا نعرف يعني هل هو شيء اقتصادي اجتماعي يعني شيء شخصي اجتماعي اجتماعي يعني متعلق باشخاص ثانيين لا شيء شخصي اجتماعي يعني يعني يخص شو اسمه طيب اذا حياتك طيب اذا انت مثلا ما طلعت هذا السر او عفوا اذا انت طلعت هذا الشيء وذكرت لنا اياه ممكن تتضرر من انك تذكر هذا الشيء؟ لا 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 ما انا اي احد ايه سواء ذكرته ولا ما ذكرته هذا شيء راجع لي انا فانا ايش قلت لك؟ قلت 26 اكتوبر ما يعرفه الا انا يا فهد بس طيب ليش ما تقوله طيب؟ وفرحني جدا الشيء هذا اللي صار يا اخي فرحت فرحه يا اخي علمنا يا اخي في ناس يفرحون لفرحك يا اخي وين؟ يفرحون لي دعوه تكفى دعوه ايش؟ شو دعوه يدعي لي شو يقول؟ ان الله ييسر اموره ويوفقه بس هذه تسوى عندي الدنيا وما فيها هم يسعدوني أم قصة أني أعلمك في 6 أكتوبر هذا شيء أنا تحفظ فيه طيب معليش بعد يا أخي كل ما تسولف عنها اليوم إنه إيش 24 25 26 26 يصادف يوم إيش هنا في البرنامج 26 أكتوبر إيه يصادف تقريبا 81 80 يوم إيش بعد بكرة اللي هو يوم الثلاثة أوه خلاص طيب يا اخي ركز معي الله يرحم والديك يمكن تشوف الريالتي فوق السطح يا اخي اسمعني تذكر الله يرحم والديك اسمعني ما بعرف سر انا بس بفهم ليش هو مخبي هذا الشيء لان انا بقول لك شيء انا بقول لك شيء انت الحين اذا حبيت شخص ها تشاركه حزن وفرحه صح؟ اذا عرس تحضر عرسه واذا جاهم عزاء الله يقدر عليكم شر تحضر عزاء صح؟ في ناس يحبون فهد مطيري يبغون يشاركونك الفرحه يا اخي تمنعهم ليش؟ يشاركني فرحه؟ خلاص يقول الله يوفق فهد ويدعي له لا انا نبغى يا اخي نبغى نعرف طب خلاص لا تعلم بس لمح لا طب دقيقه اسمعني الله يرحم والديك الله يرحم تكفى يا ما في شيء عن 26 26 اعطونا شيلات شيء
مالت عليك وسرك ما نبي ما نبي خلي سرك بطني ما نبي بطني بطني ما شفته في المسرحية قال كذا هو كان هذا 26 لا وش كنت تمثل اي دور؟ يو يزين ذاك الدور والله اني اتقنته يا اخي تقرن بس علمني بقول لك شيء ابيك تختصر حياتك يا فهد المطيري بكلمة واحدة كيف؟ حياتك الماضية اختصرها لي في كلمة واحدة حياتي الماضية اختصر لك كلمة؟ ايه جاك واحد قال انا ما افهم اكثر من كلمتين ابغى منك كلمة واحدة تعرفني منه فهد المطيري خلال السنوات الماضية خلال السنوات الماضية شخص بسيط بس بسيط بسيط يعني قول نقدر نقول كلمتين شخص بسيط كلمة كلمة واحدة كلمة فهد بسيط طيب طيب عطنا اتصال دقيقة بس خليني افتح الدريشة بعد اذنكم عشان اسمع السبيكر الو السلام عليكم عليكم السلام يا مرحبا يا مرحبا بحمران النواظر مرحبا مرحبا يا ابو فيصل يا هلا بيكم هلا والله يا مرحبا يا مرحبا الله حيه ابقاك الله شلونك كيف الحال ابوي دائما يقول لي كلمه الظهر لا دق لي قال انت نيم نيم يعني انت نايم ولا قايم حي هالشوف يا ولدي حي نباك كيف الحال ما عدمك يا ولدي شو اخبارك طيب والله ابشرك طيب شلونك انت ما شاء الله ما. والله ابشرك بخير يا ابو خالد شو اخبارك والله ابشرك بخير اي اضبط الطبخه ترى الربيع جات خبر ايامنا هذه بنطلع في البر ابشربي ابشربي وانا ولدك ابشربي الله والله طيب والله ابشرك كيف الحال انا ابشرك بخير واتمنى لك التوفيق انت وزملائك اللهم امين الله يوفقكم ان شاء الله اللهم امين واشكر القائمين على القناه لهم مني جزيل الشكر والتقدير اللهم امين الله يعزك يا ابو فيصل ويحفظك يبيض وجيهكم اخبارك مبسوط ولا عليك الحمد لله طيبين ما ناقصنا الا شوفتك بس ان شاء الله هانت راح الكثير ما بقل القليل والله يوفقك ابوك ويوفق الجميع من شاركه معك الله أن يوفقك ويسر أمرك إن شاء الله ويحفظكم والله أننا مشتاقين لك ربك بس عاد كل شيء ما يحتاج الله أن يوفقك علومكم علوم المجمع والرياض ما يحتاج مشتاقين لك مشتاق لك العافية إن شاء الله أن يوفق طلعوني بروح لأبوي بطلع لأبوي والله أطلع لأبوي بروح لا 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 أبوي وينك أبوي وينك لبى والله صوتك الله يحفظك الله يحفظك بيض الله وجهك يا ابو فيصل الله يوفقك يا رب ابو فيصل الف شكر طبعا على الدوشري لبيك الله يحفظك ان شاء الله ويحفظكم ان شاء الله الله يعزك يا رب يا الله يرضى عليكم الله اي خدمات شيء الله يحفظكم يا حبيبي يا ابو فيصل انا والله ما ادري صوتك ترى مو واضح جدا لكن سعدت اكيد باتصالك وكلماتك الطيبه لولدك ولجميع المتسابقين لكن تكفى يا ابو فيصل ابي منك سر من اسرار ذا اللي قدامي هذا عجزت اطلع منها اسرار ابي منه علوم ما حد يعرفها تكفى جيب لنا اشياء كان يسويها من بجر هو مقروي شيء سم لا لازم اعلمكم فيها الا بالله لازم نبغى علوم تكفى نبغى علوم يا ما بجر يا ما صغير هو مقروي شيء مشغلك ولا علومه زينه لا هي زينه والله واحيان لا 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 ما صار يعني كل امور زينه ترى يستاهل كل ما فيه انه مطيع كابوي ابوي كابوي ايوه اوقف معي اوقف معي ما يعطاني مره سام هذا يحتاج هذا اللي حببني فيه يعني هو الوحيد ما شاء الله عليه هو الوحيد ايش؟ رغم انه عاد والله عاد هو فيها شيء يملح ما الزاد لا يخلى بدون ملح لكن لو كاد انه بيض وجهك وعلى قولتهم هذا الشبل من ذاك الاسد بيض وجهك على التربيه هنا جزاكم الله خير على جهودكم والله يقويكم ويوفقكم ويحفظكم ان شاء الله من كل مكروه اللهم امين الله يحفظكم ان شاء الله امين انتبه على عمرك انتبه على عمرك سم انا اي انتبه على عمرك شو منه من ايش اسمها الحياه معليش الكرش اللي طلعت هذا الصراحه حسك عدا بعدين ابو فيصل ابو فيصل ابو فيصل معنا اي معك معك الله يحفظك مساك الله بالخير طيب بس شكل ما عندي مايك مساك الله بالخير يا هلا والله المايك كان طافي المايك كان طافي اي والله ما اسمع انا الصوت عساك بخير
ابشرك اني بخير، جعلك بخير ان شاء الله. يقول فهد وشون كنت. يقول فهد وشون المجمعه، وقلبه يفز انا اذا سمعت المجمعه. كان تبغى الرجال اللي فيه ها يبغى يعني ابى اوصيك حاجه تكفى. ابى اوصيك بشيء الثالثه ولا الرابعه ولا يجي عندنا في المجمعه يا عمري انت والمجمعه. بوصيك بشيء. تفضل الله يحفظك. امر لا تزعل ولا تتضايق، انبسط واستانس. الشباب الامور هذه بشتها. الشباب اللي مثلك المفروض ما يعصبون ولا يزعلون، ها الدنيا حلوه. بشرك انه ما انحفز يا بيك الحمد. اللهم لك الحمد. الله يحفظك ويخليك. بس انا منكم طلب يعني، انا بعد برنامجكم هذا بسجل عندكم باذن الله. مثلا فهد عزيز ان شاء الله نزورك. ايش يقول؟ تسجلوا ايش؟ تزورونا. نزوره؟ باذن الله تنتجونا باذن الله. فرصه سعيده. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسعدك يا رب على اتصالك. ان شاء الله. يا حبيبي ابو فيصل. ان شاء الله. الله يحفظك يا رب، يطول في عمرك ويرزقك بر ولدك فهد. مثل الله ما نسوي اكيد ويسر امره. وباذن الله ان نبيض وجيهكم قبل وبعد هذا البرنامج، ويقدم ان شاء الله الشيء اللي يشرف نفسه اول شيء وعائلته والوطن باذن الله تعالى. الله يبارك. انا ابوي اعتبره صديق واخ لي. صديق واخ يا عمي، خلي لك ان شاء الله. اي شيء انا اتضايق اروح على طول اروح ادق له كذا 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 كذا. بس 26 اكتوبر ترى ما اعرف لا ابوي ولا 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 امي ولا احد بقى. ولا لا ابي شيله 26 اكتوبر اكترني. اتصل يوسف عمري شيله. ترى يوسف مضايق الكلمه هذيك. اتصل معنا ولا خلاص ما يبيها؟ اوه اجل خصم شكله. أنا أقول كبار السن لا يزعلون ولا يعصبون ولا يضايقون. أبوي تو أبوي. أنا قلت الشباب ما قلت. طيب أسلم. فليه علي وحاجة هذا كبير السن يحتاج له راح، ما يحتاج أحد يضغط عليه لأنه هو اللي فيه كافيه. تجي أنت تزيدها يعصب يعني يزعل يضايق. عرفت؟ لا لا ما تكلم عليها أنت. فممكن يزيد عنده أشياء في الدم ولا حاجة ولا يجي تغيرات سيولوجية يعني كبير الجسم. كبير السن على طول يتعب. عرفت؟ فحلو الواحد يداري كبير السن، حلو الواحد يراعيه، ينتبه له، يلتفت له، يجلس معهم واجد. عرفت؟ صح. حلوه يعطيه شوي طاقه مع نفسه، يمشيه، يسفره. طبعا هنا في مقطع لفهد عفوا لمحمد بن حمد السيوف من الاردن من جمهور فهد مطيري. مشكلة ما جهزت عشان اعرض على الشاشه لكني بوريك اياها. فهد لبه والله قلبه. عطني احب خشمه. لبه والله قلبه. طبعا هذه الشيء اللي قال لك. طبعا هذا الولد من الاردن اسمه محمد بن حمد السيوف، ونرحب اكيد بجميع المتابعين لنا في جميع انحاء. لبه والله قلبكم يا اهل الاردن. لبه والله قلبكم. وهذا ايضا مقطع يقولون هذا مقطع عزام قلد فهد مسرحيه حقته اللي في انت النجم اذا تقدر تعرضها. عرفت؟ عرفت ايش؟ لا طالع على خاله الظاهر. قال لك شيء أصبر. انا اتفاهم مع السناب ثم برجع لك. لا اله الا الله. تعال شوفوا عزام، تعال شوفوا عزام. قايل لكم طالع على خاله. هذه عائله طيب. ريالتي كامل عندهم، لهم برنامج خاص الظاهر. طيب انتوا انت وطف يقلد مسرحيه لهذا انت هي. لبه والله قلبه عشان انت مين؟ لبه والله قلبك. هذا ضروري يا ولد. بالله تكفى نبي نلعب. اعطونا اي شيء اي شيء تكفى. شيل انت شوك انت شيل انت. اني طلبه اذا جهزوا. ايش تبغى بس انت؟ لبه والله قلبك عشان ايش تبي؟ اي شيء اي شيء اي شيء اي شيء. خذ ما تبي بس اترك اي شيء. عطنا عطنا سمريه اي شيء. فل ازهل انا موجود. تقول تركزوا انا موجود. خذ سبه اجيب بس جيب بس. عطني هات اشوف. طيب انا الذي الخيل والبيداء تعرفني. يلا شباب امي حيدره
حيدر هذا علي بن أمطار حمراء النواظر بني ما أنتم بني ميمون ولا أضرب منهم وين كل لبونة واحد بس أنا حطي كل ميمون منا بعد خانا عاد مسكت معي ذا الشيء عشان طلع الميمون حمراء النواظر بني ميمون حمراء النواظر بني ميمون حمراء النواظر خمس دقايق خمس دقايق حمراء النواظر بني ميمون حمراء النواظر بني ميمون حمراء النواظر بني ميمون أهلوه طب السؤال الرز هذه إهداء الطلاب لا يستاهل لا لا هي لا يا هو موجود كان عرفها عزف لها بصوتها الشجي الجميل سعد ما موجود الشاش انا شيء لا لا نبي نبي شغله شغلوا ولا والله يجيكم والله يجيكم من الاردن والله يجيكم وابوي وعزام خلاص امشي ما يقص راسي سيفين واخرو واخرو يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا انا لي وليف كل مقذى وصد وراح تزايد هموم القلب في القلب وجلوب انا ما على واصل عروق الحشا طفح تذبل على صد وتحيا على شوف انا لي ألف ألف شكر ألف شكر صراحة لكم وللأداء اللي في داخل قدروا قدر الشيء هذا اللي نبغاه والله قلبك وقلبك طيب الآن أي نعم من رايحين إيش فين ذولا راحوا بسم الله عليهم طيب كل شيء يكون مغسلة إبراهيم تحس إنك قدمت شيء قدمت كل اللي عندك في هذا البرنامج ولا باقي عندك بعد شيء لا والله باقي لكن تطمح للمزيد اكيد ها جدا يعني الواحد طاقه متجدده كل يوم يطلع معه شيء جديد وهذا الصح اصلا طيب في موقف يقولون في موقف هو صغير كان معه عيديه بقيمه ريال شاف اخته ما اخذت قام شق الريال يا اخوي عشان تعرف كان معه ريال يقولون كان معه ريال حلو بالعيد الريال هذه عيديه شاف اخته ما معه شيء شق الريال نصح يلعب الوفاء يا ابوي الكرم الكرم منذ الصغر اي يعني ما اعرف انا مسكي بس الصدق يوم كبرت تشيطنت شوي فكنت ايش اسوي
يا لب قلبك تذكر الموقف طيب صدق صدق تذكر؟ لا والله اني ما اذكره بس يقصون لك اياه. اي ممكن اخبر اني قد قطعت يعني فلوس بس ما ادري هل هو كان ذا السبب ناسي والله يعني اتوقع وانا صغير مره مره لكن انا صدق غريزه غريزه العيديات اذا مثلا اخذت لي 500 ولا 100 كنت احاول اقنع الصغار اقول ترى هذه ورقه واحده لا اقصد الصغار احيانا اشوف معهم 100 ولا 500 اقول ترى دي ورقه واحده وانا يصير معي خمسات وعشرات ايه. اقول هذه اوراق كثيره ياخذون وانت عارف ايش رايك اي ايه خبيش كيف بس والله طلعوا طلعت يا اخوي ما شاء الله قصوان عارفين انك طلعت انت طلعت شريطي شريطي عيديات شريطي اي شريطي عيديات تعامل بالربا عيني عينك ربوا مين بزر يتعامل بالربا استغفر الله شوف والله ايش فيك انت على طول ركبك اذن لا ايش فيك الله يعافيك تاخذ فلوس تاخذ والله صح ليش طيب ليش انا لعبت على الصغار والله نعطيهم عيديات ان شاء الله قدام كبار الحين يمكنهم ابوان ذي الحين بدري صح داش دعوه شيبت فين يا طيب نقول له مرحبا السلام عليكم عليكم السلام يا مرحبا مسرا حي الله الغالي يا مساء النور يا هلا فيك يا مرحبا مساء طبعا نتشرف اكيد بهذا الاتصال من قامه اعلاميه مثلك يا بعد راسي انتم انتم القامه الاعلاميه المبدعين اخوي علي الله يحفظك يا بعد راسي طبعا ودك توجه رسالة للشخص المعني في هذا البرنامج أو في هذه الفقرة الشخص المعني عسى عرفني بالأول هو يمكن ما عرفك الحين أبدا أبغاك توجه رسالة لإبراهيم النجاشي ما شاء الله تبارك الله شباب مبدعين 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 كل أبوهم ولكن أوجه رسالة للمبدع المتألق صاحب الإبداع المستمر أخوي محمد السالم مع أخوك عبد الله أوكي السلام عليكم يا حبيب قلبي أنا أحبك في الله وصدقني أني أنا كنت غلطان في الموضوع هذا آسف جداً في المحاور كثيرة دقيقة طيب تفضل تفضل محمد السالم في شيء أبي أحفر الأرض قبر بالله تكفى كأني عرفت الرجال محمد السالم كيف الحال؟ أبو حمود أشرنا عنك هلا والغالي هلا وغلا مرحبا ألف الصوت يا بعد راسي الله يرحب فيك هيدا الصوت أقوله ما عرفت الله يحييك والله أنت يوم قلت إبراهيم خلاص هلا حبيب قلبي أخباركم طيبين أنت ما لقيت إلا الدقة هالوقت ساير يا وين منه خلاص يعني ما تبي يعني تسكر يعني والله ما تسكر ونشوف طبخاتك يا بعدي لبيه اقول نشوف طبختك الخطيره قاعد تطبخها الحين علمهم علمهم تكفى طبعا هذا عبد الله القايد عبد الله القايد هذا من مؤسسين الفرقه معي ب 1427 هل هذا صحيح عبد الله صحيح عام 1427 وكان اول مسرح ارقى فيها انا ومحمد كان في منتزه في حي الملل هذا اول مسرح نعم احسنت احسنت الله يسعدك يا حبيبي بشرنا عنك يا والله بخير الحمد لله محمد حاب نوصل لك رسالة دعمك وجمهورك وأصحابك قاعدين يبذلون مجهود كبير على الإبداع اللي أنت قاعد تسويه الله يسعدك الله يسعدك أنت ما وصف لهالبرنامج إلا أنك إنسان ذكي ومبدع ومتألق وما في شخص وصل لقناة الواقع أو برنامج كاريزما إلا أنه يعني عنده إبداع مستمر وإبداع مطور نتعلم منك يا حبيبي وما نجي إلا بعدك إي والله الله يرفع قدرك يا بعدي والاخوه المشاركين بعد ما شاء الله تبارك الله ابدعوا وما قصروا الله يعافيك وانا ارشحك من الحين يا عبد الله البرنامج اللي عقب الكاريزما لا يفوتك تكفى باذن الله بعدين بقول شيء انا بفرح فيه في البرنامج احنا يعني ممكن علقت فيها في تويتر هذه انا اقول مراهن باذن الله على انك انت الفائز هذه النسخه باذن الله يا رب يا رب باذن الله الله يجعلني عند حسن ظنكم جميعا يا رب آمين آمين استمر في إبداعك وأنت خطوات ثابتة ما شاء الله تبارك الله وإبداعك مستمر طيب يا أستاذ عبد الله عندي بس سؤال وفي نفس الوقت يعني استفسار بعد غير هذا السؤال السؤال الأول بما أنك أنت تعرف محمد السالم هل ممكن نشوفه ممثل شخصيته في شخصية الممثل والله التمثيل أنا أقول صراحة ومحمد ترى مثل في أحد القنوات مثل في أحد القنوات يعني قد تجربة كلا أكثر من مقطع اليوتيوب فهو ما طلع يعني ما مثل إلا يعني ما طلع بالقناة هذه إلا أنه مثل كويس يعني معناته أنه ممكن نشوف محمد السالم ممثل أكيد أكيد بإذن الله الله يوفقه طيب السؤال المهم جدا واللي هو بسوي لكم عامل مشترك وش الشيء اللي تخطط له أنت
بعد اول ما يطلع محمد السالم وش المحور اللي بتتكلم معه في هذا يعني في هذه الجلسه بعد خروجه من هذا البرنامج؟ والله شوف اتكلم من ناحيه الفعاليات اللي انت قاعدين تقدمونها. بما ان محمد مقدم ما شاء الله تبارك الله، اتمنى انه يحرص على يعني يكون عنده برنامج احد القنوات الواقعيه او القنوات الهازم في القناة الواقع. يعني انت ودك انه يكون مقدم تلفزيوني؟ اكيد طيب الفعاليات، طيب الاشياء اللي تقدمونها انتم اللي هو تخصصكم الفعاليات؟ ما شاء الله تبارك الله محمد يكفيك انه مسك مواسم في ابها وفي مدن وفي مدن ثانيه، يعني رجال صاحب ميدان ما شاء الله. وضح من كلامك ان محمد السالم تقريبا وصل القمه في هذا المجال وتبغاه يمسك خط ثاني يكون كله خطين تؤدي لهدف واحد. شوف دائما وصولك للمكان ما هو بالقمة، دائما يعني الناس تطمح للقمر ومحمد ما شاء الله قاعد يطمح ما بعد القمر، ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقه وسعدنا أكيد باتصالك الجميل وتأكد أنك أنت إضافة وكلماتك هذه الجميلة إضافة لمحمد السالم وجميع المتسابقين. أبد محمد استمر وحنا معك ودائما نقول الشجرة المثمرة هي التي ترمى وخليك دائما شجرة مثمرة. الله يسعدك أبو حمود وإن شاء الله أشوفك فعل المراتب بإذن الله في الأيام القادمة ويوفق على الشيء اللي في بالك اللي نعرفه باذن الله في الايام القادمه ويسر امورك يا رب. دائما نقول موفق يا غالي وشكرا الف شكر على هذا الاتصال الجميل، الف شكر. تعبناك معنا في هذا الوقت الصعب، شكرا. الله يسعدك يا حبيبي. الله يسعدك. طيب بما ان جاهزين تقريبا اسال السؤال يا علي تكفى عشان نبدا. السؤال موجود بس بنتكلم عن بالقيم بسرعه، نتكلم بس عن شيء مهم جدا. تكلم براحتك خذ راحتك. اللي وقف الام بمكه المكرمه بمحافظه الظلم، هذا الوقف اللي له مشاريع كثيره كما تعلمون اكيد. وصلنا الى نهايه تقريبا هذا الوقف ولله الحمد مع نهايه هذا البرنامج وصلنا نسبه جدا عاليه ولله الحمد، ما بقى الا القليل. لا تحرم نفسك ولا تحرم الناس اللي حولك ولا حتى الاموات من الناس اللي انت تحبهم وتعزهم وتغليهم من انك تكون مشارك في هذا الخير وهذا المشروع اللي باذن الله راح يكون لك يعني بيكون ثمرته في الدنيا والاخره، بتشوف البركه في دنياك قبل اخراك. بادر نفسك ولا تنتظر احد انه يبادر عنك بعد وفاتك، ما تدري هل راح تكون نسيا منسيه بعد وفاتك او راح تذكر بالقليل او بدايه وفاتك وبعدها راح تكون يعني منسيا بعد وفاه ابنائك لا سمح الله. لذلك ادفع نفسك الان وشيء أنت تؤجر عليه بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة، ولا تنسى أكيد الناس اللي يعني وصلوك إلى هذه المرحلة وكبروا جسدك بالعطاء اللي هم الأم والأب، عطوك من أنفسهم من جهدهم من مالهم وعطوك من وقتهم وعطوك من حرصهم وحرصوا عليك حتى تطلع بهذه الحلة الجميلة. يا جميل أسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم جميعا، وطبعا الحسابات أكيد بتكون طالعة لكم، وطريقة التبرع جدا سهلة عن طريق تطبيق الراجحي، تحويل جمعيات نكتب وقف الأم نكتب ظلم تطلع لنا الجمعية نتبرع باللي نقدر عليه والله يكتب أجركم، واللي ما يقدر بالمال بالنشر، وإذا ما يعني تكاسلت في هذا الموضوع لا تنسانا من دعوة تكفى. ادع بأن الله عز وجل يكمل هذا الوقت وأن يبارك لنا فيه يا رب العالمين. خلصتوا أشياءكم يا شباب ولا باقي؟ والله أحس أن الشيء اللي قاعد أشوفه أنا شيء مثمر، شيء جاي بعد تعب وعناء. ما شاء الله عليك يا فهد، هذه الدنيا كلها لحالك إبراهيم. سم معليش ما كنت قيل لي سم بنسحب بس خلي المجتمع. قيل لي يا إبراهيم أن عيال العيال الصغار اللي عندكم سواء عيال أختك أو أخوانك والله ما أدري، لكنهم يحبون إبراهيم. حلو؟ دائما يتمنوا انه يلعب معهم وهذه الاشياء. وش سبب حب الاطفال لك انت؟ والله ما ادري. من الله من الله. انا طبعا اقدر اقول لك السبب انا؟ ايه السبب؟ قل. لانك انسان مريح. الله مريح في تصرفاتك في كلامك في حتى في ملامحك يا اخي. انسان مريح. رغم اني صدق ما احب الصغار. خليت ما قلت مريح يا اخي. عندك يا اخي الله. لا طيب. والله صدق انا يعني ما تحب الصغار. ما احب الجلسه الطويله مع الصغار. شفتك عشان كذا نقول مع ان تدري وانا معصب يستانسون علي. هذه المشكله. هذا فهمت اللي بوس. هذه المشكله. طيب كيف تحل الموضوع الحين؟ والله ما ادري ما اتوقع ما يحل. انك تتقبله. ما خلاص متقبل انا مستسلم للامر الواقع خلاص. الله يعينك. والله الله يعين. لكن تاكد انه ما حبوك الا انك انت تستحق المحبه لان الصغير هو اصدق
يعني تقريبا من اصدق ان يعني ناس مشاعر يعني يعبر عن شعوره وعنده ثقه بالمئه من نفسه 100% قال قاعد يعبر عن حبه لك. الحمد لله الحمد لله تسلم بفضل الله. تدري وجهك وشوف لا لا يا حبيبك لا بس يلا طيب يا ربي يعزك يا سمي غالي ها رب العلوم زينة خوفتنا يا ولد الله يستر يلا خلاص رجع اللي فراقك موت وهيبتك توجع عطونا ملاعق تكفى تعال الحين لا تقول لي بكرة حرام عليك لا إصرار إصرار محاور محاور عاد عاد بالعظيم الحكا طبعا الان الشيف ساير قاعد يذوق بذمه ضمير قاعد يذوق ايش فينا قاعد اتكلم قاعد يذوق بذمه ضمير الله يعينه وفقكم شباب توقعتي صراحة أن هذه منافسة تبقى منافسة شرسة بما أنها آخر أسبوع طيب أحد منكم ذاك طبخة خصمة؟ ها؟ أنا ذكت حقتهم حقتك؟ كيف الوضع تشوف منافسة لبيه ترى مايك ميوت يا لبا قلبه مايك ميوت يا فهد اللي باقي هنا وين؟ وين؟ ليه ما تحطه هنا؟ هذا الباقي طيب واجد بيغطي على الرز صح بس ليش ما حطيت هنا؟ دواقة هنا دواقة مالك هنا دواقة حطيتها اللي قدنا طيب فاركم التوفيق انت عارف اخطيت بشيء انا اي ملح يعني اتوقع كويس الملح وانت انا طبخه قللت المويه ايش قللت المويه المعجون متى حطيتوه انا بدايه الرز حب نثري تحسون نكهه المعجون طاغي على النكهه ما ذكرت السلام ابراهيم ايش رايك في نكهة حلوة سؤال تحس نكهة المعجون طاغية على الباقي دقيقة دقيقة لا مو بطاغية ها؟ يلا موفقين كلكم الله يسلمك كلنا عنده خطأ من الله يعينكم كلنا قال إنه عنده خطأ عشان كذا أخبص الدنيا كذا وأنا أتوقع والله أعلم أن الشيف نفسه أول مرة ساير يعلم ما يقول الملح فيه البهارات فيها أن الدنيا الحمد لله بعدنا طيب اي اوكي يا رب اي فهمنا يا رب طيب بس توقفون معي شوي عشان نعلن الفايز طب من الحين انا صراحه اقول هارد لك للفريق الخاسر سواء الفريق الاحمر او الفريق الاسود اكيد هارد لك هارد لك وموفق خير باذن الله طيب اوكي انا عارف عندنا شيئين يا حبايبي اعلان نتيجه والسحب اللي فاز بخمسين خطوه تبغانا نبدا في مين ومين بس بقول لك 50 نقطة متى؟ الحين علي انا جيت المطبخ اليوم وانا اعاني من بعض الالام في البطن بس دام احنا في المنعطف الاخير لازم قد ما نقدر تقدير الجمهور ابد شوي بس تكفى اسلم تقدير الجمهور وحاولت اني تا
تبذل قصارى جهدك قد ما اقدر لان في اخر منعطف فلازم نسوي كل شيء. ما شاء الله زوجين يوفقكم. اللهم يسر امركم. طيب انا بسحب الحين معليش بس بعد اذنكم بسحب الفائزين. طيب الاول راح يكون مع اختيار الاسم اكيد اختيار الاسم اللي هو اللي راح ياخذ معنا 50 خطوة واللي اكيد راح تشكل فارق كبير جدا في موضوع موضوع المراكز. طيب قول الف مبروك. بنرجع مرة ثانية نرجع مرة ثانية بس خلنا نرفع. طيب قول الف مبروك للفريق الفائز. هذا من هو؟ احمد احمد الفراج. يستاهل الف مبروك. أريج محمد نقول له ألف مبروك فيستي أنت بعد معنا أيضا بجائزة مقدمة من مليون شجرة. وأحمد الفراج أخذ 50 خطوة نقول له ألف مبروك. طيب الفائز الثاني أيضا معنا الحساب الثاني يقول اللي بياخذ معنا مليون شجرة ألف مبروك. الحساب هذا سمى نفسه والله ما أدري بطريقة معينة. فهد مطيري يستاهل. فهد مطيري معوض خير يا فهد. وش تعطونه؟ مليون شجرة. ما يأقل أبليس يدبر تبتكم يا مليون شجرة الشيطان اللي يفتح الخاص لكم عشان يسمع سوالفكم علومكم وصل لكم بسلطانكم ما تستاهلون كلا. لا 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 جمهور 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 أنا عارف يبيه طق بالعصا امسك بالعصا طق 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 لين الله ثم الله ثم الله. أن الطعم هذا مع الرز شيء جبار 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 لو تأكل وفاخر من الآخر. هنية اللي بيجيها الهدية هذا صدقوني إنه بيطلب ثم بيطلب ثم بيطلب منه. ودي أسوي فيه قرص زيت زيتون. إيش بكر ممتاز صح؟ المليون شجرة مليون شجرة محتاج. طبعاً اللي فاز معنا الآن بعد من مليون شجرة اللي هو خوخة ألف مبروك. تستاهل خوخة. والآن راح نسحب اللي راح تكون جائزته مقدمة من السيف جاليري ألف مبروك قناة الواقع. أمزح. طيب ألف مبروك للعجمية. الجائزة راح تكون مقدمة من من السفيري. الآن جينا لنقطة التحول اللي ممكن فهد المطير ياخذ 600 أو ياخذ 300 وممكن هنا ياخذون 150 أو 300 وبيني بينكم 50 تفرق كيف عاد 150 أو 300 عند فهد المطير. نقول ألف مبروك اللي فاز معنا لهذا اليوم اللي أنا أشوف أنه صعب على فهد وحتى أيضا صعب على الفريق الأسود بما أنه اليوم يعني في هذا الأسبوع عفوا آخر أسبوع أو يعني آخر أسبوع فيه تنافس إلى البرايم القادم بإذن الله تعالى. نقول ألف مبروك للفريق الأحمر فهد المطيري. ألف مبروك. الحمد لله الحمد لله. هاردك هاردك يا شباب. هاردك يا أنتم 150 أفلي وناس جميع خيري أوزع لك على كيفك. أعطيك من 600 حقتي. لا 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 بقى ألف مبروك وهارد لكم شباب. هي بجيكم محمد باكر شفيك باكر إيشكم كلها. ألف شكر لكم يا من تستحقون أكثر من الشكر على تفاعلكم ومتابعتكم. وسامحونا إذا حصل منك صور حصل منك كلمات يعني ما كنا نقصدها يعني تعرفون. الله يسعدكم جميعا ونتمنى أن نكون دائما معكم تكونوا معنا دائما ونلتقيكم بإذن الله في فقرات قادمة في أمان الله. يلا نبدأ السباق.